ينضم إلينا الآن من قطر مراسلنا بديع بن جمعة. بديع، كيف هي الأجواء اليوم والاستعدادات لانطلاق هذا الدور من منافسات كأس العالم؟ صباح الخير لكم. أجواء أكثر من رائعة صراحة اليوم، يوم مهم في تاريخ البطولة، انطلاق منافسات الدور ربع النهائي بمواجهتين واعدتين، أولى تجمع في ملعب المدينة التعليمية بين منتخب البرازيل ومنتخب كرواتيا، فيما سيلتقي في الثانية في ملعب لوسيل، الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية منتخبي الأرجنتين وهولندا. كما قلت، مباراتان ستحبس الأنفاس بلا شك، حتى أنه اليوم الحركة تبدو مختلفة هنا في سوق واقف منذ الساعات الأولى، تحرك الجماهيري ملفت للانتباه للمنتخبات الأربعة، خاصة نخص بالذكر الألوان الحمراء والبيضاء المميزة لجماهير منتخب كرواتيا التي تبدو أكثر عددا هذا الصباح هنا، مع توافد عدد من الجماهير البرازيلية، كذلك حضور أرجنتيني نظير غياب هولندي، حيث لم نشهد حتى اللحظة تواجد جماهير منتخب طواحين الهولندية. قلت مباراتين تعد بالكثير، سواء كان ذلك في ملعب المدينة التعليمية أو في ملعب لوسيل، خاصة مع أجواء ليلة أمس التي كانت مغربية أرجنتينية بامتياز. هنا في هذه الساحة تحديدا اجتمع الآلاف من جماهير الأرجنتين المتوافدين يوميا على الدوحة، سواء كان ذلك القادمين مباشرة من المدن الأرجنتينية أو حتى القادمين من دبي إلى الدوحة. عدد كبير من الجماهير الأرجنتينية اختارت الإقامة في إمارة دبي ومن ثم الحلول إلى هنا لمتابعة المباراة يوم المباراة. كذلك الجماهير المغربية أضفت أجواء احتفالية على هذا السوق، مع حضور لافت لمختلف الجماهير العربية الأخرى التي تواصل تشجيعها لمنتخب المغرب على أمل بلوغ نصف النهائي مثل ما يتمنى ذلك مبابي. وأنتم ما تحدثتم عن زيارته الثانية لمقر إقامة منتخب المغرب، صحيح. أمنيات كبيرة بأن يتحقق هذا الحلم وأن يصل ويبلغ المنتخب المغربي المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ الكرة العربية. أنا صراحة شخصيا أتمنى إن شاء الله تستمر هذه الفرحة الجماهيرية للمغرب أكيد وللأرجنتين، ما أعرف عن ريا المغرب أكيد بس والأرجنتين. لا إن شاء الله بكل التوفيق لمنتخب المغرب بالتأهل للمرة الأولى إلى دور النصف النهائي.